اكبر يا احمد مهم بتضبط مستشار وزير الماليه بتهمه تقاضي مليون جنيه من اصل 4 مليون جنيه من صاحب شركه مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمه ارض قريه سياحيه، وده كان هيهدر نص مليار جنيه على الخزانه العامه. انا رايي ده فاسد في شنك مليون جنيه بس، يعني شو يعني يشوف الراجل بتاع ال 150 مليون ده تافه، يعني مليون لسه جنيه لسه بساريه في الفساد، يعني ده صغار قوي، يعني ده راجل امكانياته محدوده في الفساد بس جداً. خلينا نتوقف امام الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه عامله شغل رائع بقى لها شهر او شهر ونص، وتقريبا ده عقب لقاء الرئيس السيسي مع رئيس جهاز الرقابه الاداريه. يعني شفنا بعد اللقاء ده يعني تقريبا اللي هو الرئيس اطلق يد الاجهزه اكشفوا وطلعوا بس وكلام. بص يعني مع احترامي للمعلومه، من ايام مبارك هو رئيس الجمهوريه عنده مكالمتين الصبح مع رئيس المخابرات ورئيس الرقابه الاداريه، دي حاجه معروفه، فهو التوجيه موجود، ولكن ليه الرقابه نشطت؟ ده السؤال. يعني يعني انتوا كنتوا قبل كده يعني في الست سنين اللي فاتوا انا ما شفتش هذا النشاط يا احمد. قد يكون الموضوع فيه مثلا اجهزه احدث، يكون فيه مراقبه بشكل امني، بس المهم ان هو نقول لهم الله ينور. يعني بس هو ده انت عارف جاب مستشار وزير ماليه قبل كده، جاب مستشار في وزاره الصحه، يعني مناصب يعني مش قليله يعني والضربه الكبيره طبعا كانت بتاعت مجلس الدوله. بس في حاجه نفسي الناس، يعني عارف في ناس عندنا، انا فاكر لما كنا بنتكلم عن نص الكوبايه الفاضي ونص المليان، في ناس تسيب كل ده وتقول لك ايه يعني هشام جنينه كان عنده حق. طب ما تقول يا اخي، ما تجبر بخاطر الناس اللي شغاله دي وقول لا ده الرقابه الاداريه، ده الرئيس السيسي هو بيحارب الفساد، الرقابه عندنا بتحارب الفساد. يعني نقول اللي لينا واللي علينا، زي ما بنهاجم اخطاء الحكومه ادي عنصر اهو محاربه الفساد. خلينا نقول بعد ثورتين انت مش هتمنع الناس تقول ارائها اطلاقا، بس انا بتكلم ان يعني هشام جنينه عنده حق اهلا بيه، اللي شاف ان هشام جنينه تجاوز في تصريحه الشهير بال 600 مليار في الاربع سنين برضه اهلا بيه. يعني لا بس انا عليا ملحوظه، اللي يقرا تصريح هشام جنينه يا ريت اللي يدافع عن هشام جنينه يقرا التقرير ابو 600 مليار قبل ما يدافع بس، وعايز رايه بعديها. يعني انا كنت مع الراجل ده ومتحمس له لما قريت التقرير وشايفه جايب مخالفات فساد من سنه 28 1928، يعني من 90 سنه، وبيحملها للنظام الحالي بحجه انها فساد. لا حسيت ان الموضوع فيه، ان هو في فساد في مصر طبعا، وممكن يكون ال 600، بس لما تحط لي حته زي دي اقول لك اصل في اراضي متاخده من سنه 28 واتبنى عليها واتزرعت وخلصت وجاي النهارده تحملني انا سنة 2017 مسؤوليتها، لا كان في تجني في التقرير. هتوقف بس ان احنا لسه ما سمعناش راي هشام جنينه. يا ريت يطلع ويناقش في النقط. لا ما هو منع بان يقول رايه. غلط، لا لازم لأن يطلع. لان كان ليه حوار مع الزميل الاعلامي معتز الدمرداش ونوهت عنده المحطه الفضائيه المحور، لكن جرى منع هذا الحوار. غلط. اذن هشام جنينه حتى الان لم يخرج على الناس ليعلن رأيه، لابد أن يتحدث الراجل حقه، ما هو ممنوع من الحديث عشان ما نضحكش على الناس. غلط.